طيب هناخد سؤال من مارك، سؤال من لينوفو، وبعد كده تكون بقى حضرت نفسك عشان نخش شوية ونخوض في إخناتون. اتفضل يا مارك. شكرا لك استاذ ماني. هو شايف ان دي اسئله بعيده عن التوبيك، بس اعذرني يا استاذ لحد لقيت استاذ محمد. سؤالي الثاني يعني او الثالث، الا هو انت اتكلمت في فكره ابو الهول نفسه، ما كنت عايز اتكلم فيها برضو، ان انت قلت اتنحت في مكانه عامه يعني، وكان في تعرجات في ابو الهول نفسه. مش عارف حضرتك تفسر ايه التعرجات دي نفسها، يعني في خطوط كده في أبو الهول نفسه كده من الجوانب. تمام. بص يا استاذ مارك، الشكل اللي احنا بنشوفه لابو الهول كده، يعني لو حضرتك فتحت دلوقتي صوره لابو الهول هتلاقي ان الوجه بتاعه طبعا مكسور، بعد كده بتلاقي فيه جزء من الجسد بتاعه، وبعد كده المخالب بتاعته دي اللي تحت دي تحسها مبنيه، مظبوط كده، هتلاقي معموله كده بقوالب طوب، تحس ان حد بنيها. ابو الهول في شكله الاصلي ما كانش اللي احنا بنشوفه ده خالص دلوقتي، يعني مبدئيا كده ابو الهول لما اتنحت في الاسره الرابعه، تمام، احنا ما نعرفش شكله كان ايه وقتها بالظبط. احنا عرفنا شكله منين؟ احنا عرفنا شكله من اثر مهم جدا، وهو حاجه اسمها لوحه الحلم بتاعه الملك تحتمس الرابع. تحتمس الرابع ده لما جه كان بيصطاد في رحله صيد في هضبه الجيزه، كان ابو الهول مغمور بالرمال. احنا عرفنا ده من السرديه بتاعته، هو قال ان ابو الهول كان مغمور بالرمال، ان ابو الهول جاله في الحلم وقال له يا ابني انت ازاي تسيبني كده، انا الهك، انا اله اجدادك واسلافك، انت ازاي تسيبني الرمله تغرقني، ازاي تسيب ده يحصل فيا، انت شلني من الرمال وهيبقى ليك حكم مصر. تحتمس الرابع وفى النبوءه دي لما تولى الحكم ورمم ابو الهول وساب لنا شكل ابو الهول وهو مترمم بالدقن بتاعته في اللوحه اللي هو حطها، فمعنى ذلك ان في اضافات تمت على ابو الهول في عصر الدوله الحديثه. بعد كده بنقفز بالزمن الى فتره بعدها في عصر الامبراطوريه الرومانيه، ابو الهول تم ترميمه مره اخرى، هتلاقي في احواض في البدن بتاعه كده في الجنب، الاحواض دي تم اضافتها في العصر الروماني وتم ترميمه بالشكل اللي حضرتك شايفه. فانت بتشوف ابو الهول بعد نحر، بعد يعني بعد الالاف السنين من الاضافات عليه، بعد الالاف السنين من عوامل التعريه، بعد الاف السنين من عوامل النحر بالرمال. فاللي حضرتك شايفه على بدن ابو الهول ده نحر الرمال، زائد لو حضرتك ركزت في الصوره جدا هتلاقي ان هو منحوت فعلا لسبب، لان لون طبقه الارض بتاعه الراس مختلف عن البدن. لو حضرتك فاتح الصوره دلوقتي بص عليها هتلاقي ان حتى طبقه الارض اللي منها معمول منها الراس دي طبقه صلبه ومتماسكه، اضعف حته في تمثال ابو الهول هي رقبته. وكان في ترميمات في انا الثمانينات على متوافق معاك رقبته. بالظبط، كنت لسه هقولك ان في ترمامات حديثه اصلا برضو، لكن الفكره اللي هي نفسها فكره بنقيس الجسد قطاع من الرأس. تحت. في فكره الجسم من تحت وفي تآكل، يعني لما عملوا عليه يعني حاجات التجارب تقريبا شافوا ان في تآكل من ميه. لا يا استاذي، اعتقد حضرتك يعني انا اسف في الحته دي، هم بيتكلموا على النحر في الاسوار اللي حوالين ابو الهول، مش في جسم ابو الهول نفسه، ما بيتكلموش على ابو الهول نفسه. أنا بتكلم في الجسم أبو الهول الكلام نفسه. ده كان اللي هو نحر ابو الهول من جسمه، ده رمش، ده نحر، اسف، رياح، مش نحر ميه. ولو في نحر ميه في اجزاء، دي في الاجزاء اللي هي الاكسبوزد اللي ظهرت من او اللي اتكشفت من الحجر الاصلي نفسه، اللي هو اللي هو بالتالي يعني اللي هو البيد روك الاصليه بتاعت المنطقه نفسها، اللي اصلا هي يعني مر بها العوامل الطبيعيه اللي مرت بها جميع الاحجار الموجوده في ارض مصر، يعني اللي هي المراحل الجيولوجيه نفسها. برضو انا ممكن يعني ايه ارشح لحضرتك حاجه مهمه جدا، في كتاب مهم جدا 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 زي حواس اسمه ابو الهول. الكتاب ده ببساطه يحكي توثيق الاعمال اللي تمت في المنطقه دي المتعلقه بابو الهول تقريبا من السبعينيات لحد ما زي حواس ساب منطقه اثار الجيزه، فيها كل شيء تقريبا حضرتك ممكن تلاقيه متعلق بابو الهول، وحتى الكلام اللي هم بيقولوا ان هو نظريات جديده دي دلوقتي مردود عليها اصلا من التسعينات، والاطروحات دي يعني ايه هو تناولها بشكل مهم جدا، ومنها كمان الاسئله بتاعت الثقب اللي هو عند ودنه ده، يعني الثقب ده مثلا واحد اسمه هاورد فايس مثلا فجره بالدقن. يا استاذ محمد، مش اسد رابط وهكذا. فهو الكتاب اسمه ابو الهول، لا لا هو لا، من وقفنا سلسله عند التفجير بالديناميت، وقفنا عند التفجير بالديناميت، الصوت قطع عند التفجير بالديناميت.
طيب انا معلش انا اسف مره تانية ان في فتحه تحت ودنه، يعني انا اتمنى بس يعني لو حضراتكم تفتحوا صوره مقربه لابو الهول هتلاقوا تحت ودنه اليمين في زي فتحه كده مربع، ده بسبب تفجير كولونيل انجليزي اسمه هوارد فايس، ده كان بيستكشف الاهرامات بالديناميت. بعد كده عندك في فتحه في راسه من فوق دي كان بيتركب فيها التاج، في عندك انفاق اتحفرت في جسم ابو الهول لانهم كانوا معتقدين في فتره من الفترات ان هو تمثال واقف، وكان في لا معلش، تاج إشاعة ايه وقتها تاج ايه معلش تاج ايه اللي كان بيتركب؟ انا اول مره اسمع كان القصه في دي. لا لا كان في بيتركب تاج على رأسه، هتلاقي فيه فتحتين التاج موجودين عليه، وكان في كوبرا على قرطه، والكوبرا دي موجودة في المتحف كوبرا البريطاني كمان؟ دلوقتي، وكان في دقن، والدقن دي ده ثانيه موجودة برضه واحده، في المتحف كوبرا كانت البريطاني. ولا وموجودين؟ ده دي معلومات جديده خالص. انا ايوه يعني كان في تاج وكان في كوبرا والكوبرا موجوده بس التاج اه مش مظبوط، موجود. انا قرأت الحتة دي. بس السؤال الأهم من ده كله تمام أستاذ محمد بالنسبة لي، ألا وهو إزاي جت فكرة للقدماء المصريين إن هم ينحتوا أبو الهول على شكل أسد تقريبا، أو على النظرية شكل حاجة، الكلاسيكية. أو على شكل حاجة أنا مش فاكر اسمها، يعني على شكل واحد تقريبا. أيوة النظرية الكلاسيكية. طيب احنا مثلا خلينا ثانية واحدة كده نجيب المصري القديم هو نفسه قال لنا ايه، مظبوط كده؟ فثانية واحدة خليك معايا. عايز بس اجيب ال بص خد في وقتك نص خد لوحة وقتك. الحلم بتاعة تحتمس الرابع هو بيقول أنا أبوك حورم آخد خبري رع أتم، حورم آخد خبري رع أتم، أنا هو عايز يقول إن هو حورس في أفقه، هو ده الإله الذي يمثله أبو الهول، أبو الهول تمثال إلهي وليس تمثال ملكي حتى لو هو بيحمل ملامح ملك، تمام؟ ده زي برضه بيشابه تمثال للملك توت عنخ آمون في هيئة الإله آمون، ده موجود في متحف الأقصر، تمثال مشهور جدا. فهي الفكرة كلها إن النظرية الكلاسيكية بتقول إن لو حضرتك مثلا كتبت مثلا على جوجل اكتب ماب اوف جيزا بيراميدز مثلا او اريال ماب، هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان الاهرامات دي مش ابنيه قائمه بذاتها يا جماعه، يعني مش الناس مش المصريين القدماء صحيوا من النوم جلا جلا احنا نبني هرم وخلاص، لا الموضوع مخطط ليه، ففي حاجه اسمها المجموعه الهرميه، ببساطه شديده جدا جدا المجموعه الهرميه دي بتكون كالاتي، كل الاهرامات المصريه بدايه من اهرامات من بدايه من هرم اسمه هرم ميدوم اتبنى في اخر الاسره الثالثه، الاهرامات كلها بلان واحد بس اللي هو ايه، هرم قدامه معبد وفي طريق يؤدي الى معبد، المعبد ده بيكون على النيل، تمام؟ يبقى هرم معبد طريق معبد، اول معبد ده اسمه المعبد الجنائزي ده اللي قدام الهرم نفسه، في اخر الطريق في معبد اسمه معبد الوادي، المعبد الوادي ده بيكون متصل غالبا بميناء، والميناء ده يعني بيتم الامدادات اللوجستيه بيه، لو حضرتك زرت منطقه اهرامات الجيزه هتلاقي بقايا، هتلاقي المعبد بتاع خفرع وقدامه المرسى بتاع النيل، وحتى في مكان مجرى القناه المائيه لسه موجود لحد دلوقتي. طيب ايه اللي انا عايز اقوله؟ انا عايز اقول ان لو حضرتك شفت المحور بتاع بناء هرم خفرع هو المحور ماشي غرب شرق، فالهرم في الغرب والمعبد الوادي فين؟ في الشرق، تمام؟ لو بصيت هتلاقي ان في انحراف قليل ناحيه الجنوب عن يعني المعبد والطريق الصاعد، والطريق الصاعد منحرف عن الجنوب، كده في حاجه كانت موجوده في المكان ده عشان كده هو ما قدرش يبني معبد في المكان ده. جميل؟ فعشان كده علماء المصريات بيقولوا ان كان في حجر طبيعي اللي هو ابو الهول، هو عباره عن حجر ويعني زي تحسهم كتلتين كبار منفصلين، عشان كده هو ملاهم من النص، عمل لهم حشوات في النص ونحت منهم تمثال ابو الهول، عشان كده لو حضرتك ركزت في اول ظهر ابو الهول كده هتلاقي في حته كده تحسها ان هي مش متناسقه مع بقيه جسم ابو الهول، لان ده حشوات اصلا كان المصريين القدماء عملوها علشان يقدروا ينحتوا منهم التمثال. طيب الجديد في علم المصريه دلوقتي بيقول ان بناء على لوحه الحلم، لوحه الحلم بتحمل اسم الملك خفرع، فعشان كده علماء المصريات ربطوه بخفرع، زائد الحقيقه ان هو على محور مجموعه خفرع الهرميه، فيبقى خفرع هو اللي بناه، وبالتالي المهندس بتاع الملك خفرع اللي هو الامير عنخ حايف هو اللي بنى، هو اللي نحت تمثال ابو الهول وبنى المجموعه الهرميه للملك خفرع. ولكن في عالم اثار فرنسي بلغاري اسمه غاسيل دوبريف قال ان التمثال ابو الهول ده اللي نحته ملك تاني هو الاخ الكبير للملك خفرع اسمه جيدي فرع. حضراتكم معايا؟ من اسمه؟ طيب لان ترتيب الملوك المصريين القدماء في الفتره دي كان هو خوفو وابنه جيدي فرع، ده حكم بعد ابوه مباشره وبنى هرم في ابو رواش، وبعد كده عندك خفرع، وبعد كده منكاورا. فجيدي فرع النظريه بتقول ان جيدي فرع هو اللي بنى
هو اللي نحى التمثال ابو الهول تخليدا لذكرى والده خوفو، وان التمثال ده بيحمل ملامح خوفو. حتى الملامح اللي احنا شايفينها دلوقتي لابو الهول هم مختلفين اذا كانت لخوفو او لخفره، ولكن زي ما انا قلت لحضرتك في ادله بتدعم هذه الفرضيه وفي ادله بتدعم هذه الفرضيه، ده استنادا على الحقيقه الواضحه تماما التي تقول انه لا يوجد هناك اعمال انشائيه في هضبه الجيزه في هذه البقعه تحديدا طبقا لطبقات الارض قبل الاسره الرابعه، ما عندكش اي دليل على ذلك، علشان كده احنا بنلعب في الفتره الزمنيه دي.